بص يا عم الشيخ بقى، هي مش قضية باظت بقى، ولا اللي جاي ولا اللي راح، امال ايه؟ بصراحة كده انا اكلمك بصراحة بقى، وانا راجل صادق وصريح، الصلاة تقيلة اوي، الصلاة تقيلة تقيلة، انا قلبي بيتقطع لما بسمع الاذان، وضميري بيتقطع، ولكن مش قادر، كأنها جبل. الصلاة صعبة والوضوء صعب، واخلع الجزمة وانا برا، ياه لسه همد ايدي وافك الرباط وافتح الرباط، وبعد كده امد ايدي التانية واشيل الحذاء، وبعد كده ادخل الجامع واحط الجزمة في الجزامة، وبعد كده ادور على الوضوء وادخل الاول الخلاء، وبعد كده اتوضى، وبعد يا عم الشيخ ده قصة صعبة، والكلام ده 5 مرات، ولو عملتها مرة هعملها كل يوم. الصلاة تقيلة، انا مش عارف اعمل ايه. طب انا عايز اقول لك حاجة، يا اللي مستثقل الصلاة قوي قوي بالمنظر ده، والصلاة تقيلة على قلبك قوي بالمنظر ده، انا عايز اسألك سؤال. يعني انت لما سافرت عقد عمل في السعودية، وسكنت في اوضة مع ستة، وكنت بتاكل اي اكل، وتلطمت 7-8 سنين، ودقت الذل هناك، ودقت الغربة، واستحملت كل ده، ما كانش يتقل على قلبك ليه؟ وانت اللي سافرت دكتوراه في كندا، قعدت 6 سنين بعيد، عايش وسط التلج للنهار، ما كانتش تقيل على قلبك ليه؟ وانت يلي كل يوم بتصحى للشغل الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح، ما هوش تقيل على قلبك ليه؟ وانت اللي بتذاكر بقالك 7 سنين في كلية زي كلية الطب، ما بتقومش من على المكتب، ما هيش تقيل على قلبك ليه؟ يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقول فيه ده خطير، ده مستقبلي، ده حياتي. طب وانت عارف الصلاة خطيرة قد ايه؟ وانت عارف خطورة الصلاة شكلها ايه؟ يا اخوانا اول ما يحاسب عليه العبد، يعني السؤال ابو 20 درجة في ورقة الامتحان، اللي لو ما جاوبتوش انت ساقط حتى لو جاوبت على باقي الاسئلة. يعني الفصل اللي في الكتاب اللي الدكتور بتاع المادة قال لك الفصل ده اللي هيذاكره بس هينجح، ده الصلاة. عارف يعني ايه اخر وصية الرسول اللي قبل ما يموت؟ وتبقى اخر حاجة في حياتك ازاي؟ انت عارف الصلاة دي ربنا فرضها فين؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام طلع قبل سيدنا ابراهيم، بعد كده سابه طلع لحد سدرة المنتهى وشاف جبريل، بعد كده سابه طلع لحد حجاب النور، النبي طلع لمكان مفيش مخلوق طلع له فيه، طلع فيه قبل كده، وربنا اوحاله بالصلاة. الصلاة دي شأنها خطير جدا، يعني الصلاة دي حاجة مهولة، كل عبادة ربنا نزل جبريل للنبي عشان ياخدها، الا الصلاة ربنا طلع النبي عشان ياخدها. عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام بقى بيقول لك ايه، شوف بقى يا اللي بتقول الصلاة تقيلة، انما الدنيا مش تقيلة لان الدنيا خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هممت ان امر فتقام الصلاة، الله اكبر الله اكبر، ثم امضي او اذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب الى اقوام لا يشهدون الصلاة. الناس اللي ما بتصليش، الناس اللي تركة الصلاة، الناس اللي ما جاتش معانا تصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى، الناس تاركت الصلاة ده ايه؟ فأحرق عليهم بيوتهم. وقفت وانا عقلي تايه قدام الحديث ده، قلت النبي حكم عليه بالقتل، حكم عليه بالإعدام ليه؟ قلت لانه عامل زي خلية سرطانية جوه الجسم، لو اتثابت هتملى الجسم سرطان وتموته. طب النبي ما قالش يتقتل، النبي قال ايه؟ طب النبي حكم عليه بالحرق ليه مش بالقتل؟ لان اللي بيتقتل جثته بتتدفن مع مقابر الناس بعد كده، انما اللي بيتحرق ده جثته بتبقى رماد وبتطير في الهواء، كان النبي بيقول مش عايزينه معانا لا حي ولا ميت، ولا عايزين يبقى له قبر وسط مقابر المسلمين. طب النبي ما قالش هحرقه، قال هحرق عليه بيته، يعني هحرقه هو وبيته ليه؟ طب ما كان يحرقه هو، كان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان ترك الصلاه ده ولا حتى ذكرى تتساب ليك في المجتمع، ولا حتى يتقال ده كان بيت فلان، ان المجتمع ينسى ان في مخلوق في الدنيا كان تارك صلاه وسطه. انا اللي رعبني ساعتها لما قلت طب الراجل ده اللي النبي قال انا هممت ان انا اعمل فيه كده، لما يجي يوم القيامه قدام النبي ويقول له اشفع لي يا رسول الله، النبي هيعمل فيه ايه؟ النبي هيشفع له ولا هيقول له سحقا سحقا؟ النبي هيعمل معاه ايه؟ يا جماعه القضيه خطيره جدا، قضيه ان انت مستثقل الصلاه، انما انت مش عارف بسبب ترك الصلاه انت بتعرض نفسك لحاجات اتقل قد ايه. اقول لك حاجه اخطر من اي حاجه، ساعه ما يبقى حلقك هيتمزق من العطش وتروح للنبي عليه الصلاه والسلام وتقول له يا رسول الله بق ميه من الحوض يا رسول الله. انتوا عارفين يا جماعه الاي دي اللي لازم يبقى موجود في رقبتك متعلق عشان تدخل على حوض النبي ايه؟ انتوا عارفين الجواز المرور
عارفين الكارنيه، عارفين الورقه اللي مكتوبه بالختم الرسمي اللي محدش بيدخل في حوض النبي عليه الصلاه والسلام الا وهي معاه. عارفين هي ايه؟ علامه الوضوء، ان اماكن الوضوء بتنور يوم القيامه. علامه الوضوء اللي ما عنده، اللي ما بيصليش وما بيتوضاش، فيجي يوم القيامه هيتجنن بق ميه. 50,000 سنة في ارض محشر مفيش فيها كولدير، مفيش فيها قله ميه، مفيش فيها ازازه ميه، مفيش فيها نقطه ميه. الناس هتجن من العطش. يا رسول الله بق ميه، معكش الاي دي اللي ما بتدخلش غير بيه، معكش جواز المرور اللي ما بيتدخلش غير بيه. يبقى في الساعه دي وفي اللحظه دي، تخيل ساعتها بقى الاصعب ان انت كنت تصلي ولا ان انت تستحمل الموقف ده. لما الواحد بيفكر في قول الله سبحانه وتعالى: كلا انها لظى نزاعة للشوى، الشوى الايدين والرجلين وجلد الراس والصوابع، اعضاء السجود. لما جهنم تاخد اعضاء السجود من جسم اللي ما بيصليش تنزعهم وهو بيعدي من على الصراط عشان يتعذبوا عذاب غير عذاب الجسم. ساعتها الاسهل ايه؟ الاسهل انك تصلي وانت سليم، ولا ان الانسان يمرض مرض يتمنى انه يصلي وما هوش عارف، يتمنى ان صحته ترجع وما هوش عارف؟ في ايه اسهل من الصلاه في الحياه؟ لما اولادي اطفال الصغيرين يقولوا لي: يا ابي الصلاه تقيله، اقول لهم الوضوء صعب، الدنيا ساقعه الصبح، الوضوء صعب، اقول لهم وضوء ده، الوضوء ده من الوضاءه، وشكوا هينور وحياتكوا هتنور. ده انت اول ما بتقول تتوضا وتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من ايها شاء. في اسهل من كده؟ ايه اللي اسهل من الجنة لو صليت؟ احنا اللي مصعبين الطريق على نفسنا، احنا اللي مصعبين